السلام عليكم، كدايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بأحوال طيبه. اليوم جيت نجرب الخبز ديال القمح. بصراحه كلشي شكرا، قلت ما فيها باس انا نجربه، عمرني ما جربته بصراحه. المهم عندي هنايا جوج زليف كبار ونص ديال القمح، القمح الصلب الفينو، دير بحال السميده كما كتشوفوا. درت الملح هنايا، الخميره البلديه هي باش كنهجن كنخمرها بالتمر، هو غادي نوري لكم. بصراحه زوينه، كتخلي واحد المذاق في الخبز رائع. شي نهارات غنشاركها معكم. المهم هي ما كتخطانيش، ديما عندي كما قلت لكم. درت الملح هنا، غادي نستعمل ملعقه ونصف من الخميره، غادي نذوب حتى هي في الماء، حيت ملي كنستعمل الخميره البلديه ما كنستعملش بزاف الخميره. هذه حبيبات، صافي هنا خويتها. غادي نخوي الماء غير شويه باش العجينه تلقى كيفاش تدور، صافي. وغادي نحطوها تعجن، قلتلكها مزيان الحادقه ديالنا، صافي. كنديروا الماء باش ضروري تدور. ها هي البنيات، غنخليوها تدلك علينا الحادقه ديالنا. طبعا اللي بغى يدلك بايديه يدلك، حتى اليدين حتى هما راه عندهم واحد المذاق رائع، غير هاد الماكينه تاع المونه العكاز وصافي. مي ما نخليوها تعجن. ها هي من بعد ما عجنات خصها تجي العجينه بحال هكا مرخوفه، حيت كما كتعرفوا القمح راه كيشرب، خصها تبقى بحال هكا مطلوقه. ها هي من بعد ما خمرات عطيتها الوقت الكافي ديالها، صافي. شوفوا كي تجي خصها تجي تلصق في اليدين بحال هكا باش تجينا من الداخل دايره مفشفشه من الداخل. ها نتوما دهنت يديا بشويه ديال الزيت، صافي. وكنستعمل الكره اللي بغيت، درتهم بين وبين. نتوما كما كتشوفوا كتبقى بحال هكا، صافي. غير كنسد ليها الراس بحال هكا وكندير ليها الراس ديالها في الماء كما كتشوفوا، صافي. وكندوزها في الدقيق القمح الفينو اللي داير بحال السميده، صافي. ورانا درت الطاور، رانا دايره فيها الدقيق، صافي. وغادي نحط، غير غنبسط غير شويه من بعد ما غنكمل الكميه ديالي. نتوما كما كتشوفوا غير كندير لها بحال هكا، كنهزها من راسها بحال هكا، صافي. وكندوز، صراحه كيجيو هشاش ورطبين ورائعين، فنين فنين. ها هي الطاوه ديالنا كما قلت لكم، صافي. غادي نست فيها الكميه كما عرفتوا، هذا راه مع جريره ما غاديش يمكن لينا ندوروها. نتوما تشوفوا بحال هكا، لا بغينا نلويو بحال هكا كما الخبز العادي راه كيلصق، شفتوا؟ غير كنهزوه غير من الودن ديالو بحال هكا، ساهل ساهل، عرفتوا؟ مع ما فيهش الفورص الدقيق الصلب كيجي رطب وكيجي فن بصراحه. انا شفتو شحال من واحد دايرو وما عمرني زعمت نجربو، ولكن بحال هكا تكون عندك شي عراضه ولا شي حاجه كيجيو زوينين، وكيجيو عرفتي التحميره ديال الوجه، عرفتي كيجيو صفرين 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 بحال دايره ليهم الخرقوم. وعرفتي ما نقولش لكم المذاق ديالهم كيجيو لذاد لذاد لذاد. انا غير ما تواجدش عندي النخاله وما كنت غادي هي باش غادي نقرص، صافي. غير كنبسطهم حيت ما فيهمش الفورس راه ما غاديش يتنفخوا لينا، صافي. غير كنبسطهم وكنشرطهم بالموس بحال هكا قبل ما يخمروا، كنضربهم بحال هكا بالموس قبل ما يخمروا ليا، حيت الا خليناهم حتى خمروا شرطناهم كيتفص لينا الخبز. ها نتوما دخلتهم دابا الفران من بعد ما تنفخوا ليا، شفتوا كيما قداش ولاو، صافي. غادي نشعل الفران ديالي، غندير الفرفاره، غادي ندير من الفوق ومن التحت وغنديروا على اعلى درجه. نتوما شفتوا نستعمل الفرفاره، الفرفاره كتوزع الحراره كيجي طيب كله مستوى واحد. ها نتوما البنات من بعد ما طاب لينا الخبز ديالنا، نتوما شفتوا كي تيجي رائع وكيجي لذيذ لذيذ لذيذ، كنتمنىكم تجربوه. ها نتوما تنقطع لكم وتشوفوا كي تيجي مفشفش من الداخل، ها نتوما شفتوا كيجي صفر بحال دايره لي الخرقوم. انا راه عطيته حقه ديال الطياب، حيت الخبز خصو نيت يجي طيب، ماشي يجي شي بياض شي
ولا يبقى لينا من الداخل. هانتوما شفتوا، شوفوا انا فتحتها لكم باش تشوفوا على المباشر. هانتوما شفتوا كتيجي، تيجي محمر رائع. كنتمنىكم تجربوه، هانتوما كتشوفوا، كنتمنىكم تجربوه. كنتمنى الفيديو ما يكون خفيف ظريف عليكم، ومع السلامة.